حاجات كتير لازم الواحد يعملها عشان يحس ان هو عمل حاجة لنفسه، عمل حاجة هو جواها. Be yourself بمعنى ان انا اكون انا، مش مفروض ان انا اختلق ان انا حاجة تانية، حاجة مختلفة، حاجة جديدة، بس اكون نفسي. لو انا فضلت ان انا على اساس ان انا اكون نفسي لوحدي، اعمل الحاجة اللي انا بحبها، اعمل الحاجة اللي انا عايزاها، اللي الاحتياجات بتاعتي، الاهداف بتاعتي، النيدز بتاعتي كلها بتتحقق، يبقى انا كده عملت اللي انا عايزاه، حققت واخدت حاجة من اللي انا عايزاه. Honor your body. محتاجة اروح الجيم؟ اروح الجيم، مش استنى افضل اجل 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 وافضل اكل 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 وبعدين اتخن وبالتالي مفيش حاجة اعملها، والاقي بعد بدل ما مفروض انزل 2 كيلو لا لازم انزل 10 كيلو. اخصص وقت معين للوقت ده اللي انا فيه. I honor my body. I believe in myself. The belief is very difficult. يعني من الحاجات اللي دايما بننساها ان احنا اعتقاداتنا في نفسنا وحبنا لنفسنا بيقل مع الوقت، كأن كل ما الواحد كبر كل ما الواحد بطل يحب نفسه. ليه اقلل من حبي ده؟ المفروض ان انا بحب نفسي اكتر، مش بحب بمعنى ان انا ببقى سيلفش او ببقى سيلف سنتر، لا بحب نفسي يعني بحترمها، بحترم كيانها، بحترم وجودها، فبالتالي انا بالمنظر ده بدي اكتر، بعطي اكتر، بقدر ان انا اخد بالي من نفسي اكتر لو انا احترمت نفسي اكتر بدون الرغبه ان انا ابقى ليا حاجه تخصني كشخص. مش هوصل لحاجه. كتير مننا بيقعد يدور ويبحث عن ذاته. انا ايه؟ انا بعمل ايه في الدنيا دي؟ انا مهمتي ايه في الدنيا دي؟ طب انا اثبتت ايه في الدنيا دي؟ انا اثبتت ايه في وجودي؟ يبقى انا ما غيرتش من السابق الى الحالي الى المستقبلي. وانس ان انا قررت ان انا ابقى حاجه ليا بوزيشن ليا ستاتس معين، يبقى اكيد لازم اغير كمان الهيئه اللي فيه.